لا يمكن كتابة تاريخ أي بلد في الزمن الحاضر من دون الرجوع إلى الوثائق والمستندات التاريخية للجماعات والأفراد الذين أثروا وفعلوا في تاريخه، كما الاستعانة بأرشيفهم الشاهد على الماضي الثقافي والتاريخي والديني والاجتماعي والفني المشكلين بمجموعهم الإرث الحضاري للشعوب وذاكرة الوطن. ولبنان، هذا البلد الغني بتراثه، يحتاج إلى من ينفض الغبار عن ماضيه ويعيد أحياء إرثه الحضاري. فكانت جامعة الروح القدس الكاثوليك السباقة لإنشاء مركز فينيكس للدراسات اللبنانية عام 2008 من أجل الحفاظ على ذاكرتنا الوطنية ومؤسساتها ورجالها. فأخذ المركز اسمه تيمناً بطائر الفينيك الذي يعود إلى الحياة من تحت الركام والنار، فينفض الرماد عن جناحيه كل مرة وينطلق للتحليق من جديد. يعنى مركز فينيكس بجمع الأرشيف اللبناني والمحافظة عليه من خلال مجموعة من المتخصصين تبدأ مهمتهم بالاتصال بالأشخاص المعنيين أو ورثتهم الذين تركوا بصمة في تاريخ لبنان. بعد استقبال الأرشيفات الواردة إليه، ينتقل متخصصوه إلى عملية تنظيفها وتعقيمها، ثم يصار إلى وضع خطة تصنيف وتركيم لكل أرشيف. بعدها يصار إلى توصيف كل مستند وإدراج المعلومات اللازمة بشكل مختصر على قاعدة بيانات، ثم يصار إلى تصوير كل ورقة على حدة وإدخال البيانات على نظام رقمي يسهل البحث عنها لاحقا. من بعدها يحفظ الأرشيف بشكل نهائي في أماكن مخصصة تحافظ على مستويات متلائمة من الرطوبة والحرارة لتكون بمتناول الباحثين والطلاب. يهتم مركز فينيكس بأرشيف الرهبانية اللبنانية المارونية الذي يحوي مجموعة الرزنامات والوثائق والسجلات والحجج وكل أرشيف أديار الرهبانية منذ القرن 18 لوضعه بتصرف الباحثين بعد موافقة أمانة السر العامة في الرهبانية اللبنانية المارونية. لمركز فينيكس اهتمام خاص بأرشيف رؤساء الجمهوريات والمفكرين اللبنانيين، ومنهم أرشيف الرئيس كميل شمعون والرئيسين فؤاد شهاب وبشير الجميل، كما أرشيف المفكرين يوسف السودة وموريس الجميل. في المجال الأدبي والتاريخي يضم المركز أرشيف الشاعر جودة حيدر والأديب جميل جبر والمؤرخ كمال صليبي. كذلك يهتم المركز بالأرشيف الفني ويضم أرشيف الفنان وديع الصافي والمؤلف الموسيقي توفيق الباشا وأرشيف أنطوان ولطيف ملتقى والممثل صلاح تيزاني، هذا فضلا عن مجموعة كبيرة من الصور والأفلام القديمة للدكتور بولس حرب ورئيف نصيف وأدولف أولمن. ويحتفظ المركز بصور رقمية لأرشيف لبنان المحفوظ في خزائن دور الأرشيف الفرنسية، البريطانية، النمساوية، الألمانية والأمريكية، كما يحتفظ بصور رقمية لأرشيف متصرفية جبل لبنان وأرشيف قائم مقاميتي قسروان والبترون، بالإضافة إلى أرشيف الفيلسوف جبران خليل جبران والياس أبو شبكي ويوسف بيك كرم والأرشيف الكامل لعائلة سرسك البيروتية. للمركز أيضاً اهتمام موازن بالنشر العلمي والبحثي، فمنذ تأسيسه أصدر المركز عشرات الكتب المعنية بتاريخ لبنان وتراثه، وهي مقسمة إلى 5 أقسام: الأنطولوجيا، الأبحاث، الشعر، المسرح والقصة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك ينظم مركز فينيكس العديد من النشاطات السنوية، بحيث أنه وبالتعاون مع الأرشيف الوطني الفرنسي يقوم المركز بتنظيم دورات تدريبية سنوية تهدف إلى إدارة المعلومات وتوثيقها وفقاً للمعايير العالمية، كما تنظيم نشاطات محلية كالمعارض السنوية للكتاب والأرشيف، بالإضافة إلى ندوات تكريمية ومؤتمرات صحفية لجمع الأرشيف. إن أفضل طريقة للمحافظة على الأرشيف هو استثماره علمياً عبر وضعه في متناول الباحثين والطلاب لإعادة إنتاجه من خلال الدراسات والمقالات والكتب، وهذا ما يسعى مركز فينيكس جاهداً إليه اليوم
للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة الاهتمام بالتراث الوطني ليكون رائداً في هذا المجال وحارساً أميناً لذاكرتنا الوطنية.